صباح الخير عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. المهم النهار ان شاء الله فيديو جديد، المهم فيديو ديال ايمان ماشي ديالي. المهم اصوب شي حاجه ما تزابوش وخليكم معايا. شو مالك جايه كتفرج لي ليا؟ يلا خليكم معايا. السلام عليكم البنات، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ والله الا توحشناكم بزاف، كنغيبوا عليكم عارفين، ولكن مشاكل الحياه والظروف هي اللي كتخلينا نغيبوا عليكم. كنتمناكم تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم جيت نشارك معكم لاباطا فويتي، يعني العجينه المورقه. هنا عندي كيلو وربع ديال الطحين مغربل، كندير له خماره حمراء، شويه د المليحه، يعني قنت واحد المعلقه صغيره. عندي هنا واحد ربع كاس ديال الخل، عندي هو كندير له فروماجه مربعه، ما عنديش، غندير اليوم جوج فروماجات مثلثات، كنتوفرش اليوم، درت جوج مثلثات. صافي، هذه هي العجينه اللي زعما اللي القياس اللي فيها، وكنجمعوا بالماء، بالماء بارد، يعني حراره المطبخ. دابا الصيف واخا الماء د الروبيني راه تيكون سخون، انتما كتعرفوا العجينه ماشي يعني كنعطيوها الماء بزاف على حسب نوع الدقيق، وما كنعركوهاش بزاف لان غادي نديروا فيها الزبده. يعني نكمل معاكم. يعني ها نتوما كما كتشوفوا العجين، ملي كنساليو العجينه يعني ما كتكونش عندنا ثقيله، ها نتوما كنقسموه على ثلاثه د الكريات متساويه، وكنخطيوهم ونخليوهم. كتكون عندنا الزبده ديال الطريق، يعني الزبده الخاصه بالطريق، يعني ثلاثه د الرابعات، باش كل كره غتدخل فيها رابعه. انا نكمل معكم الطريقه، تتابعوني حتى الاخر. الكرات ديالنا هما هادو، غادي نبداو دابا طريقه العمل. كناخذو كره، الزبده ديال الطريق هي هذه اللي كندير، كل كره يعني كنديروا لها وحده ديال رابعه. نوريكم طريقه العمل.
هنا عندي الطحين والمايزينا، كنخدم بالمايزينا عفوا، هنا عندي المايزينا كنخدم بها لحقاش كتجي زوينه، في كتساعد على التوريق، يعني داك الطبقات كتحافظ عليهم احسن من الدقيق الابيض. هانتوما يعني كندير لها 6 ديال الطيات، نتوما غتشوفوا يعني هاد الرابعه الزبده خصنا نقسموها على 6 ديال الطريفات، في كل دلكه يعني في كل دلكه كندهنوا بالطرف ديال الزبده، ومن بعد كنطويو عاود كندلكوا الطرف الثاني، وحنا ماشيين على هاد الحال هذا. البنات انا كتعجبني هاد الطريقه هي هادي، اما كاينه طريقه اخرى يعني كتخلط الزبده مع الطحين وهي كتجمعها برؤوس الاصابع وكتلكها في ساعه، يعني كتبقى كتلكها يعني نفس الشيء، هي ما كتكونش كدير الزبده، يعني الزبده راه داخله فيها. انا كتعجبني هكا ندير لها كنبغي العاده. ما كدلكو مزيان حنا دلكناها، ناخدو كما قلنا الزبدة ونقسموها على 6 أطراف. الناس كيقطع لي التصوير ما عرفتش مالو. المهم هادي الطية الأخيرة كنت طلقتها مزيان، عندنا كما دهنت العينين الاخرين، يعني الجو سخون حتى الزبده راه كتعاون. قلت لكم كما قلت لكم واخا يكون الجو بارد بزاف حراره المطبخ. دابا ما كنطويوهاش بحال هاد كتقبايلات، نديرو هكا بحال غنطوي الملوية. هانتوما هانتوما النتيجة، هادي هي النتيجة النهائية دلاباط، تحتفظو بها في الكونجيلاتور أو في التلاجة، يعني الوقت اللي بغينا عاد كنجبدوها. المهم هادي هي والراحة، ما تنساوناش من الدعم ديالكم لي لايك. المهم انتم كما شفتوا شفتوا ايماجنا صوبات، كنتمنى يكون عجبكم لا فيديو ديالها وتشاركوا داك اللعيبه اللي صوبات. المهم انا ما عارفه شنو هي لاباطا فويتي، واقع لها لاباطا فويتي واقع لها. نتمنى تكون عجباتكم والمقادير ديالها يكونوا مزيانين وتكون صحات لكم مزيان. يلا كنتمنى لكم نهار مبارك سعيد، وإن شاء الله الفيديو واحد آخر.